نقول برك إفادة الشهود راهي مهمة بزاف. ودوافع ارتكابها وأسبابها، وتساعد في وضع حكم، وكذا التعرف على أسلوب ارتكاب الجريمة ووقت وقوعها. تم التوصل إليه أثناء المعاينة. ضمن هذا اليوم الدراسي والإعلامي كذلك من أجل تحسيس المواطنين والمجتمع المدني وغيرنا في أخطار تاع الغاز وأخطار تاع الانفجارات في البيوت السكنية، في المرافق العمومية، وكذلك في المؤسسات الاقتصادية. وجاء هذا بعد الحادث الأليم المميت اللي راح ضحيته 3 موتى وكذلك جرحى في سعيد ورقلة، يعني انفجار في بيت سكني، وكذلك الانفجار اللي وقع في سطيف، يعني ترحموا عليهم 8 وفيات كذلك في البيض. وبالتالي نظمنا هذا اليوم باش نحسوا الناس يعني في قضية الوقاية وكيفاش يوقع الانفجار وكيفاش يوقع الحريق.